السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتابعي موقع بليسات. اليوم سنريكم طريقة جديدة لإنشاء سيرفر اي بي تي في خاص بك، تستطيع من خلاله مشاهدة العديد من الباقات العالمية على غرار بي ان سبورت، سكاي ديجيتال، سكاي ايطاليا، كانال سات والعديد. من ثم ستقومون بوضع السطر في اجهزتكم لمتابعة القنوات او تستطيعون المشاهدة عبر برنامج سامبل تي في او في ال سي، روابط التحميل تجدونها اسفل الفيديو من الموقع. الان سنريكم كيفية التسجيل في الموقع. هنا ندخل اليوزر نيم الخاص بنا، من ثم الباسورد، ثم نعيد كتابة الباسورد، وهنا ندخل الايميل الخاص بنا ونضغط على ريجستر. تم انشاء الحساب، الان سوف نقوم بفتحه. ندخل اليوزر نيم والباسورد. الآن دخلنا إلى لوحة التحكم في الموقع. كيف نقوم بإنشاء سطر؟ نذهب إلى Create New Line من هنا. هنا نكتب اليوزر نيم الخاص بالسيرفر، مثلا سأكتب mbz00set، وهنا الباسورد مثلا سأكتب playreset، وهنا نختار Trial 36 نو اديت شانل. هنا نختار تريال كريدي ديوريشن 36 ونضغط على كريت نيو لاين. تم انشاء السطر بنجاح. ندخل الى مانج لاينز ومن ثم الى هذه العلامة، نختار السيرفر حسب نوعية جهازك. انا ساختار من هنا لاني ساشاهد ببرنامج السامبل تي في. هذه هي كل عملية. تستطيعون كذلك مشاهدة القناة التي يشاهدها صاحب السيرفر من خلال من هنا Lost Scene Channel. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Di non conoscerla. Sa più di quanto vuol far credere. È il caso di chiamare Gab. Pour se relancer.
lancé dans cette partie. Maintenant, il va falloir qu'il aille en trouver d'autres. Et des ressources et... Wissen, was passiert, wenn ein Kuckuck im Nest eines anderen Vogels kommt. Deze tandenborstels, Oral-B's unieke 3D-bewegingen maken. Two with Southampton, three of those, four plus division.